وقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. الإيواء إما أن يكون بالمناصرة، وإما أن يكون بالتستر على هذا المحدث. والمحدث إما أن يكون محدثا في العقيدة أو في الفروع، وذلك كأن يكون مبتدعا أو أن يكون مجرما يعيث في الأرض الفساد، فإنه من المحدثين. ويصح أن ينطق محدثا فيكون المعنى: لعن الله من رضي بالإحداث. فإذا فتحت الدال فقد لا يكون هناك حدث وقع، وإنما هناك محبة للإحداث في الدين أو للإحداث في الأرض، فيكون الراضي كالفاعل. وهذا يدل على خطر النية، وأن بالنية قد يرتفع الإنسان درجات بنيته الصالحة، وقد ينحط بنيته السيئة إلى أسفل الدرجات.